اليوم عندنا نماذج أسئلة وزارية عن جميع قواعد يونت 7. أني القواعد كلها شارحتها بشكل منفصل بفيديوهات منفصلة، راح أخلي لكم الروابط بصندوق الوصف، بس هنا راح نشرح بشكل مبسط. وأني سبق وسويت لكم فيديوهات لليونتات السابقة، كلها سويت لها، وهمين راح أخلي روابطها بصندوق الوصف. فبداية أول شيء خلي نعرف شنو هي قواعد يونت 7. فعندنا قواعد يونت 7 هي أول شيء الظروف adverbs، بعدين عندنا موضوع الاعتذار apologizing، وراها المضارع التام present perfect، واللي نركز أكثر شيء عليه اللي هو شون نحله باستخدام الفور والسنز، ورابعا المبني للمجهول الباسف فويس، عندنا فقط زمنيا بهذا اليونت اللي هي زمن المضارع البسيط وزمن الماضي البسيط فقط، بذني الزمنيا بهذا اليونت. واخر شيء الماضي البسيط باست سمبل، والباست سمبل كوما شارحي بالقناة، وهم راح اخلي لكم روابط اليه بصندوق الوصف. فخلونا نبدأ بأول قاعدة اللي هي الظروف. فعندنا الظروف أكثر شيء نركز عليه وأكثر نوع من الأسئلة يجينا عن الظروف هو شلون أرتب الظروف. فأني أعرف أنه أني عندي 3 أنواع ظروف، اللي هي ظروف الحال، ظروف المكان، وظروف الزمان. فأني شلون أرتبها بالجملة؟ أتبع قاعدة حمزة، أخلي أول شيء ظروف الحال، وبعدين المكان، وبعدين الزمان. يجيكم يا أما اختيارات يا أما ينطيك مجموعة صفات أنت ترتبه، هسه تشوفون بالأسئلة. فأول شيء خلينا نتعرف على ظروف الحال وظروف الزمان والمكان بشكل منفصل. فعندنا ظروف الحال معناها شنو؟ معناها أنه هي تخبرنا كيف تحدث الأمور، يعني مثلا I run quickly، أنا أركض بسرعة. فquickly هو الحال، شنو حالته بالركض او شنو حالتي اني بالركض؟ انه اني اركض بسرعة. she is friendly، شنو حالتها؟ friendly ودودة، هي ودود هيجي زين. هاي ظروف الحال. فعندنا جمعت لكم اني اكثر الظروف اللي ممكن تجيكم بالاسئلة. فعندنا ظروف الحال اللي تنتهي بالواي، مثل هنا slow بطيء، slowly ببطء، careful حذر، carefully بحذر. هاي تحفظوها املاء، شلون ما مكتوبة تحفظوها بس. quiet بهدوء، quietly. quick سريع، quickly بسرعة. easy سهل، easily بسهولة. bad سيء، badly بسوء. angry غاضب، angrily بغضب. happy سعيد، happily بسعادة. comfortable مريح أو comfortable مريح. comfortably براحة. friend صديق أو ود. friendly بود. loud عالي، loudly بشكل عالي. patience صبر، patiently بصبر. polite مؤدب، politely بأدب. تحفظوهن إملاء لأن تجيكم، يعني يعطيكم هذا الضمير يقولك سوي لي ظرف زين. فهسه من تجي الأسئلة هم تشوفون نوع الأسئلة اللي أقصده بيها. النوع الثاني من ظروف الحال اللي هي ظروف الحال الشاذة، اللي شنو يعني؟ إنك تتغير، ما أضيف لها ALY. هاي حفظوا، هاي مهمات هواي يجيبوها بالوزاري. الجود تصير well، good جيد، well بشكل جيد. fast سريع تبقى fast، وhard صلب أو صعب تبقى hard. واخر شيء عندنا ظروف الحال اللي تتكون من اكثر من كلمه، اللي هي جمله ظرفيه. شلون تكون؟ تكون on foot على الاقدام، by bus بواسطه الباص، by car بواسطه السياره، by plane بواسطه الطائره، in funny way بطريقه مضحكه، in friendly way بطريقه ودوده. تمام. وعندنا ملاحظة مهمة، انه اذا اجت ظرفين حال واحد ورا الاخ فلا يهم من يتقدم على الاخر. مثل عندنا هنا جملة I walked on foot slowly، هاي on foot على الاقدام، slowly ببطء، انا مشيت على الاقدام ببطء. وعندنا هاي الجملة نفسها اقدر اكتبها بطريقة ثانية، انه اغير مكانات ذني. فش تصير
I walked slowly on foot. أنا مشيت ببطء على الأقدام. فمو مهم مكان هن، هاي ظروف الحال، أوكي؟ بالجملة إذا جتي. هسه هنا خلصنا ظروف الحال، ننتقل للظروف الأخرى. نوع الثاني من الظروف ظروف الزمان adverbs of time، تخبرنا متى تحدث الأمور. زين، الوقت مال حدوث الأمور. فعندنا نوعين من الظروف، ظروف غير محددة اللي هي نفسها ظروف التكرار، اللي هي often غالبا، sometimes أحيانا، usually عادة، never أبدا، always دائما. هذني موقعهن يكون فقط ورا الفاعل أو يكون ورا الفعل المساعد. مثل شنو؟ she always play tennis. فلاحظوا she always، اجت هاي she ضمير فاعل فخليت always وراها. والمكان الثاني تجينا ورا الأفعال المساعدة الإز والآر والآم، مثل he is good at math، هو جيد في الرياضيات. فشوفوا جتي ورا is، هذا مكانها فقط ما يتغير أبدا. زين، النوع الثاني من الظروف ظروف الزمان المحددة، يطيني بالتحديد اللي مثل شنو، in the morning في الصباح، in the evening في المساء، on Sunday في يوم الأحد، at 6 o'clock عند الساعة السادسة، in April، كلها تدل على وقت. أهم شيء هسا أنتوا شتعرفون، أهم شيء إنه هي تتحدث عن وقت. at night في الليل، yesterday البارحة، now الآن، every day كل يوم، all day كل اليوم، after dinner بعد العشاء، in the holidays في العطل، last night ليلة البارحة. بدأ تشوفون كلها تدل على وقت، أوكي؟ فهي تختلف عن المكان وتختلف عن الحال. هسا ننتقل لآخر نوع من الظروف اللي هن ظروف المكان. ظروف المكان تخبرنا أين تحدث الأمور، وين مكانها يعني. فعندنا نوعين الظروف المكان، تتكون من كلمة واحدة مثل there يوجد أو هناك، here هنا، out خارجا. وظروف مكان تتكون من أكثر من كلمة مثل شنو، in the house في البيت، شوفوا مكان، in the park في المتنزه، at school في المدرسة، at the concert في الحفل، in the garden في الحديقة، to the Emirates إلى الإمارات، وهناك كل الدول، أوكي؟ فالمهم تميزون هاي الكلمة هل هي ظرف حال أم زمان أم مكان، أهم شيء تعرفون، أوكي؟ فأنتوا شنو مطلوب منكم؟ تحفظوهن هذني الظروف كلهن. بس عدكم الظروف الوحيدة اللي تحفظوها إملاء هي ظروف الحال اللي نضيف لها ly، فقط هذني تحفظوها إملاء، الباقيات حفظوها معاني. هاي على مود أسهلها إلكم، يعني معناها على مود من تجيك بالسؤال تعرف إنه هاي ظرف حال، إنه هاي معناها هيتش، يعني تعرف معناها، أوكي؟ هسا مثل ما قلنا أهم شيء بالظروف هي شلون أرتب الظروف. فحسب هاي القاعدة يسموها قاعدة حمزة، أول شيء نخليه هو ظروف الحال، بعدين المكان، بعدين الزمان. هاي حمزة، الحاء حال، الميم مكان، الزاي زمان، أوكي؟ مثل هاي الجملة I study English، I هي فاعل، study فعل أساسي، English هي تكملة للجملة. بعدين تبدأ الظروف carefully بحذر، هذا ظرف حال، in my house في منزلي ظرف مكان، yesterday البارحة ظرف زمان، اوكي؟ هيجي حال مكان زمان حمزة. زين، هسه ننتقل للأسئلة. فعدنا شلون تجينا الأسئلة عن الظروف. اول سؤال يقول سامي بلايد، سامي لعبة فراغ، ومنطينا مجموعة اختيارات او ثلاث اختيارات نختار منها الترتيب الصحيح للظروف. زين، فأني حسب قاعدة حمزة أبدأ أحل. شي يقول أول شي حمزة، أول شي حال، فأدور يا ترتيب يبدأ بالحال، فأقرأ أول وحدة ال will، هذا ظرف حال جيدا، هاي ال good تصير will، ظروف الشاذة حفظوها همينة. ال will هذا ظرف حال، last week الأسبوع الماضي هذا وقت، ظرف زمان، in the race في السباق هذا المكان، ظرف مكان. زين، هسه أنا عرفت ظروفي،
فعدي أول شيء أدور يا اختيار يبدأ بظرف الحال، هذا يبدأ ظرف حال، وهذا الول هم يبدأ بظرف حال، وهذا الاختيار in the race في السباق، بادي بظرف المكان، فأعوف هذا الاختيار كله، فيبقى أختار بين هذا الاختيار والاختيار الثاني. فشنو عندي هنا ثاني شيء؟ last week الأسبوع الماضي ظرف زمان، وإحنا حسب قاعدة حمزة ظرف الزمان يجي آخر شيء، فإذا هذا هم منعوفه، يبقى منو هذا نختاره. أوكي، عرفت شلون تسهلون عليكم الاختيار والحل؟ ثانيا علي ران، علي ركض، هاي كلها أسئلة وزارية. يقول علي ركض، فهمينا نفس الشيء اختيارات، فشنو in the race في السباق هذا ظرف مكان، fast سريع أو بسرعة ظرف حال، ويسترداي البارحة، فأني حسب قاعدة حمزة أول شيء حال، فأدور يا اختيار يبدأ بظرف حال، هنا in the race ظرف مكان جاي بالبداية أعوفه، ما أريد هذا، هذا كل الاختيار أعوفه. fast هذا بادي بظرف حال بالبداية، وفاست هذا أهمي أنا بادي بظرف حال، لازم شنو بعد عدي ظرف مكان، ف in the race ظرف مكان، أما هذا الاختيار yesterday البارحة فأعوفه، إذن هذا هو الاختيار أو الحل الصحيح. النوع الثاني من الأسئلة باعوا شون جاي، باعوا slow صايرة slowly، هذا بيا سؤال يجيكم، هذا سؤال spelling الإملاء. أوكي، فنوعين من الأسئلة تجي بيها موضوع الظروف. أوكي، فيقول لك slow صايرة slowly، slow بطيء، slowly ببطء، good شون تصير بالظروف، فهو slow محولها ظرف، آني هاي good همين لازم أحولها ظرف، فالجود شلون احولها ظروف تصير well، هاي ظروف الحال الشاذة همينا احفظوها. ايش عندكم هسه ايش صار عندكم تحفظون ظروف الحال اللي نضيف لها ly وظروف الحال الشاذة فقط ذني حفظوا. اوكي زين، السؤال اللي ورا يقول it rained انها امطرت، همينا اختيارات حسب قاعدة حمزة، last night هذا ظرف زمان ليلة البارحة وقت، هذا أعوفه زين، heavily هذا ظرف حال، heavily بكثافة، والاختيار الوراء in بغداد في بغداد هذا ظرف مكان هم أعوفه، إذن الاختيار ماتي هو فقط هذا. أوكي تشوفون يا اختيار يبدأ بظرف الحال تبحثون عنهن كلهن على مود تعرفون الحل بسرعة. السؤال الخامس يقول slow صايرة slowly، comfortable شلون تصير؟ تصير comfortably، أضيف لها ly. السؤال السادس يقول مازن drove، مازن قادة، وهم اختيارات، فأول اختيار carefully بحذر ظرف مكان، أخلي هذا الاختيار، yesterday البارحة ظرف زمان أعوف هذا الاختيار، وهنا carefully ظرف حال أخلي، فهسه عندي اختيارين يبدن بظرف حال، فكلمة حمزة حاء ميم، ثانيا حرف الميم اللي هو ظرف مكان، فأبدأ أدور يا اختيار من ذني ظرف مكان بي، ثاني شي yesterday البارحة ظرف زمان هذا اللي ينطيني وقت، فأعوف هذا الاختيار من يبقى لي هذا، إذن هذا هو الاختيار الصح. فلاحظوا in the trip في الرحلة yesterday البارحة، مازن قادة carefully بحذر in the trip في الرحلة yesterday البارحة. سؤال وراء clear صايرة clearly، clear واضح، clearly بوضوح، angry شو تصير؟ لازم همين يعني أحولها ظرف، تصير angerly. زين الوراء هاي مو وزاري بس أكو طلاب من نشرت شرح الظروف فيديو منفصل، هواي طلبوا مني قالوا لي ست شون منتجينة جملة مخربطة عن الظروف شلون نرتبها، فهاي جبت لكم أسئلة من مالتكم الكتاب من تمارينكم. فعندنا جملة تقول in our house في منزلنا هذا ظرف مكان، read يقرأ هذا فعل، usually عادة هاي شنو ظروف التكرار أو ظروف الزمان
الغير المحددة. After dinner بعد العشاء ظرف زمان. We نحن اللي تكون فاعل ضمائر الفاعل هاي. و quietly بهدوء. فعندي ثلاث أنواع أو أربع أنواع ظروف، اللي هي هاي ظرف زمان، وهاي ظروف تكرار، وهاي ظرف زمان، وهاي ظرف حال. زين، فأني جملتي عادة منين تتكون؟ تتكون من فاعل زائد فعل أساسي وزائد تكملة إذا أكو، وراها يلا أخلي الظروف. أوكي، فأبدأ. وين الفاعل؟ الفاعل يا أما يكون ضمائر فاعل شي، هي it, they, we, you, I، أو أسماء أشخاص. فهنا عندي we هي ضمير الفاعل فأخليها بالبداية، وراها فعل أساسي. هل عندي فعل أساسي؟ هاي عندي read يقرأ، we read نحن نقرأ، أخليها. زين، عندي هنا usually ظروف التكرار. قلنا ظروف التكرار تجيني يا أما وراء الفاعل اللي هي الفاعل she, he, it, they, we, you, I وأسماء الأشخاص، وأيضا يجيني بعد وراء من؟ وراء الأفعال المساعدة is, are, am. فأني أشوف عندي هل عندي بالاختيارات أو بالكلمات هاي is, are, am، إذا موجودة أخلي وراها usually، بس إذا ما موجودة أخليها وراء الفاعل. فهل تشوفون هنا is, are, am ماكو؟ إذن وين راح أخلي usually؟ راح خليها وراء الوي. زين، هذا مكان ظروف التكرار الدائمي، دائمي. زين، أوكي، we usually read نحن عادة نقرأ. فهسه ايش بقى عندي؟ in our house و after dinner و quietly. in our house ظرف مكان، after dinner زمان، quietly حال. فأني حسب قاعدة حمزة راح أرتب مالتي الجواب. فأول شي راح أخلي الحال، وين الحال؟ quietly بهدوء أخلي، ورا مكان in our house في منزلنا، وآخر شي الزمان after dinner. We usually read quietly in our house after dinner. نحن عادة نقرأ بهدوء في منزلنا بعد العشاء. أوكي، السؤال وراء يقول the children happily played in the garden all day. فحسب ترتيب الجملة المعتاد، فاعل وراء فعل وراء تكملة إذا عندي وراء الظروف. فوين هالظروف؟ أول شيء خلي أحدد الظروف. happily بسعادة، هذا ظرف حال. played هذا فعل اللي هو لعبة، فعل ماضي مال play. و the children أطفال هاي تعتبر فاعل، الفاعل الأشخاص يتخلى بداية الجملة. و in the garden في الحديقة هذا ظرف مكان، all day كل الوقت ظرف زمان. فأني هاي الظروف أعوفها، happily in the garden و all day أعوفهن. من يبقى لي the children و played. فمن الفاعل؟ الشخص the children أخلي بالبداية، وممكن الفاعل يجي جماد غير عاقل عادي. أوكي، وراء blade لأن blade فعل، فهو الفعل الأساسي، فاعل وراء فعل أساسي وراء تكملة وراء الظروف. خليت الفاعل، خليت الفعل الأساسي، وما عندي ظروف تكرار. أوكي، فقط عندي ظروف حال وزمان ومكان. فأجي أول شي راح أخلي ظروف الحال، وينها ظروف الحال؟ happily أخليها، وراها ميم ظروف المكان in the garden، آخر شيء all day ظرف الزمان أخلي. the children played happily in the garden all day، الأطفال لعبوا بسعادة في الحديقة كل الوقت أو كل النهار. اللي هنا خلصنا موضوع الظروف، ننتقل للقاعدة الثانية. القاعدة الثانية هي قاعدة الـ apologizing الاعتذار. فعندنا ثلاث أنواع من الاعتذار، يعني أني من أسوي خطأ راح أعتذر عنه، وأيضا مو بس اعتذاري أني عن الغلط، لازم أعرف شون الشخص اللي قبالي، الشخص اللي أني أعتذر له شون راح يرد لي. أوكي، لازم نعرف الاعتذار وكيفية الرد عليه. فأول شيء، أول اعتذار عندنا هو الاعتذار عن عمل أو تصرف فعلته دون قصد. يعني مثلا أني
أوقع لي فد كتاب شخص، أو أنطخ بشخص، أو أدوس على قدم شخص بس بدون قصد، أوكي؟ فشلون أعتذر عن هذا التصرف؟ أقول له I am sorry، بس أقول له I am sorry، أو أقول له oh I am sorry، خلي oh، مو مهمة الأو، ما تغير المعنى، أوكي؟ زين، من أني أعتذر لهذا الشخص، فهو لازم يرد لي، فشي يقول لي أكو جوابين عن الاعتذار عن خطأ دون قصد، اللي هو يقول لي don't mention it، لا تذكره، أو يعني أصلا لا تذكر هذا الشي، لا تعتذر أصلا، يعني صار خير. والنوع الثاني، الرد الثاني يقول that's okay، يعني ماكو مشكلة. زين، فخل ناخذ مثال. I'm sorry، أنا آسف، for dropping your bag، لإسقاط حقيبتك. أني وقعت حقيبة شخص، فش دا أقول له I'm sorry، أني آسفة لأني أسقطت حقيبتك. فهو شلون راح يرد لي؟ يقول لي don't mention it، لا تذكر أو لا تعتذر أصلا. زين، النوع الثاني من الاعتذار، والاعتذار من أجل إعادة كلام لم نسمعه. زين، فشون أقول له من شخص يحكي كلام أني ما سمعته بس أريده يكرر الكلام، فش أقول له؟ أقول له بصيغة تساؤل أو سؤال، أقول له pardon هيك. فنأخذ مثال يقول لنا يقول open your books on page 40، افتحوا كتبكم على الصفحة 40. فمثلا أني ما سمعت، فش أقول له pardon، عفوا، عذرا، هيجي. النوع الأخير هو الاعتذار عند إصابة شخص بمرض، من شخص مريض أني عرفت أنه هو تمرض، فش أقول له I am sorry. فهو شون يرد علي؟ يقول لي thanks، يشكرني على أسفي لمرضه، أو يقول لي that's okay، بس تو أكثر شي جاوبه بthanks. فهنا الاعتذار، صيغة الاعتذار والرد عليه، المطلوب منكم تحفظوا إملاء، أوكي؟ لأن هذا أنتوا راح تكتبوه. فننتقل للأسئلة وتشوفون. السؤال الأول يقول apologize، اعتذر، to your teacher، إلى معلمك، for being، لكونك، late، متأخر، for the class، عن الصف، يعني أنت متأخر عن الصف، لازم تعتذر للمدرس مالتك. فهو هذا شنو؟ خلينا نحدده، يا نوع من الأخطاء، هذا يعتبر خطأ من دون قصد، أوكي؟ فأني شو أسوي؟ شون أعتذر؟ أقول له فقط I am sorry، وبعدين أبدأ هاي منا for being late for the class، لكوني متأخر على الصف. تدورون الفور وتنقلوها هي والحكي اللي قدامها وراء الـ I am sorry. زين، السؤال اللي ورا يقول I am sorry I just dropped the orange juice on the table، أنا آسف، I just dropped، أنا فقط أسقطت the orange juice، عصير البرتقال، on the table، على الطاولة. وش طالب من عندنا بين قوسين؟ respond، استجيب، to the apology، للاعتذار، أو أجب عن الاعتذار. فهو ده يعتذر عن خطأ غير متعمد، لأنه هو من سقط العصير على التيبل، الطاولة، أكيد ما كان متقصد. فشون اعتذر لي؟ قال لي I am sorry. فأني الاعتذار عن خطأ غير متعمد شون أرد له؟ يا ما أقول له don't mention it، أو أقول له that's okay، اثنينهن صح، أي وحدة تكتبون. زين، السؤال اللي وراء يقول did you bring the book I asked for، did you bring، هل أنت جلبت، the book، الكتاب، I asked for، الذي سألت عنه. وش طالب؟ قايل choose، اختر، the suitable answer، اختر الجواب الصحيح أو المناسب. فعدنا ثلاث اختيارات، يقول oh I am sorry، لو that's okay، لو I forget. يعني صديقي دي يقول لي هل أنت جلبت الكتاب اللي أنا سألتك عليه؟ وأني كنت ناسية، فأني من نسيت، هذا خطأ غير متعمد، فأني شنو أقول له؟ فقط I am sorry، أو I am sorry، هذا هو الاختيار الصح. فما أقول له that's okay، ما أقول له okay حسنا، لأنه أني لازم أعتذر لي لأنه أني نسيت الكتاب، وما أقول له I forget أني نسيت، لا، هيك إذا قلت له I forget نسيت ما يعتبر اعتذار. سؤال ورا يقول apologize، اعتذر، for your headmaster، لمديرك، أو headmistress، أو لمديرتك.
for being late لكونك متأخرة for the first lesson على الدرس الأول. أنت متأخرة أو أنت متأخر لازم تعتذر للمدير أو المديرة، فإن التأخر هو خطأ غير متعمد. أوكي، فشون نعتذر له؟ فقط نقول له I am sorry، فنخلي I am sorry وبعدين ندور على الفور اللي وراها being. هاي for being، دوروا على for being. أوكي، فأخذ الفور والقدام هالكلام كله أخليه ورا ال I am sorry. I am sorry for being late for the first lesson. أنا آسف لكوني متأخر على الدرس الأول. السؤال الخامس يقول sorry، آسف، I just dropped، أنا فقط أسقط some oranges، بعض العصير on the table، على الطاولة. ويقول لنا respond to apology، أجب عن الاعتذار. هذا نفس السؤال السابق بس جايب سنة أخرى، فهو سقط العصير وده يعتذر لي عن خطأه الغير متعمد. فش أقول له؟ يا ما أقول له don't mention it، لا تذكر الأمر أو لا تعتذر، أو أقول له that's okay، حسنا ماكو مشكلة. السؤال وراء يقول sorry I just dropped some water on your shoes، آسف أنا dropped أسقط some water بعض الماء on your shoes على حذائك. همينة شخص دي يعتذر لي عن خطأ غير متعمد، دي يعتذر أوكي، دي يقول لي sorry، فشان أرد عن اعتذاره؟ همينة don't mention it أو that's okay وبس خلصنا. ننتقل للقاعدة الثانية. الموضوع الوراء عندنا المضارع التام present perfect، راح أشرحه بشكل سريع لأنه أنا شارحته في فيديو قبل، بس أهم شيء راح أشرح أهم شيء بهذا اليونت واللي مطلوب منكم. أهم شيء بهذا اليونت هو تعرفون إنه جملة المضارع التام من تتكون؟ تتكون من فاعل she he it they we you I ضمائر أو أسماء أشخاص. أوكي، نوعين فاعل ضمائر أو أسماء أشخاص، وراها فعل مساعد، ورا الفعل المساعد تصريف ثالث للفعل. هذا أهم شيء إنه فعل مساعد ورا تصريف ثالث للفعل. فالمضارع التام الفعل أو الأفعال المساعدة المادة اثنين اللي هن الهاف والهاز، زين وراهن لازم أخلي تصريف ثالث للفعل، فلازم تكونون حافظين تصريفات الأفعال. وأني قبل أيام نزلت لكم تصريفات الأفعال بالمنتدى، تروحون للمنتدى تنزلون شوية تلقون تصريفات أفعال، مجموعة التصريفات المهمة في صورتين نشرت لكم كوم التصريفات بالماضي وبالتصريف الثالث للفعل، احفظوهن املاء، احفظوها ورقة وقلم لأن كلش مهمة وكلش راح تستفادون منها. زين، هسه الهاذ والهاز اختيارهن يعتمد على شنو؟ يعتمد على الفاعل. شلون يعني؟ يعني خلي ناخذ هذني الصيغتين بشكل تفصيلي. لما يكون عندي فاعل she he it او مفرد، نختار فعل المساعد has، زين ورا الفعل المساعد has اخلي تصريف ثالث الباست بارتيسيبل. زين، اما اذا كان عندي ضمير فاعل they we you و I او جمع يعني اسم شخصين، اختار الهاف وراها تصريف ثالث للفعل. فناخذ جمل سارة مفرد هاز، اختاريت الهاز ليش؟ لان سارة مفرد. وغان، هذا الغان هو التصريف الثالث للفعل go، سارة has gone to Brazil، سارة ذهبت الى البرازيل. جملة اخرى يقول we تاخذ هاف، فwe have done، we have done فاعل، فعل مساعد هاف، دان تصريف ثالث للفعل دو، ودائما تجوية الهوم وورك، we have done our homework، لقد أنجزنا واجبنا المنزلي. فهذا هو المضارع التام. احنا ناخذ الفور والسنس. الفور والسنس من تشوفوها بالجملة لازم الزمن اللي تحلون به الجملة مضارع تام، لأن الفور والسنس تدل على المضارع التام. أوكي، بس خلنا ننتقل للفور والسنز. فعدنا الفور والسنز أو الموضوع مع المضارع التام بهذا اليونت، تجينا الأسئلة عليه اختيارات تختارون بها يا أما فور يا أما سنز. أوكي، يعني يجيب لك جملة بالمضارع التام
ويعطيك فترة زمنية لازم تختار قبلها، يا أما فور يا أما سينس. زين شلون أفرق؟ التفريق بينهن يكون بسهولة، وأعطيكم إياه من الآخر عن طريق بعض الألفاظ اللي تجيني أشوف ورا الفراغ إيش عندي إيش مكتوب، فرح أعرف هل أختار فور أو سينس. فشني هاي الألفاظ؟ فعندنا فور يقول تأتي بعدها يعني ورا الفور فترات محددة، اللي هي فترة زمنية محددة. شنو هاي؟ مثل شنو؟ مثل سكند ثانية، منت أكبر من السكند شنو؟ المنت الدقيقة، ثانية أكبر منها دقيقة، أكبر من الدقيقة hour ساعة، أكبر من الساعة day اليوم، وراها الويك، وبعدها المونث، وآخر شيء الير. هذني الألفاظ من تشوفوهن بعد الفراغ، وغالبا تجي مثلا 2 hours ساعتان، 2 days رقم يجي قبلها، 1 month 5 years 5 سنوات، فعادي يجي قبلها الرقم. فمن تشوفون هاي الألفاظ بعد الفراغ تخلون أو تختارون 4، لأن هي هاي تعبر عن مدة زمنية كاملة. زين والسنس تأتي بعدها بداية الفترة الزمنية، فقط بداية الفترة الزمنية مو كلها، أوكي؟ فشنو الألفاظ اللي ممكن تدل على السنس؟ اللي هي الأكلاك ساعة، مثل 6 o'clock الساعة السادسة يحدد لي هي هاي السنس تحديد بالتحديد شو وقت بدأ العمل هذا، الوقت مالتي شو وقت بدايته، أو سنوات، السنوات بالأرقام، أوكي؟ سنة مثل 1990 اختار وياها سنز. ساندي اللي هي عبر عن أيام الأسبوع، فكل أيام الأسبوع اختار وياها سنز. زين بعد شنو؟ جانيوري شهر الواحد، هذا كل أشهر السنة اختار وياها سنز. لاست نايت ليلة البارحة، هاي الكلمة اختار وياها سنز. أو يسترداي البارحة همين اختار وياها سنز. وبعد since I was born منذ ولادتي، أو she was born منذ ولادتها، همين سنز. وأكو طريقة ثانية للي يريدها اللي هي كفهم مو حفظ، بدون ما تحتاجون تحفظون هاي الكلمات، اللي هي شنو هاي؟ إنه أفهم الفور والسنز. فمثلا شخص أو بنية اسمها لونا انتظرت بمكان، فهي راحت وصلت للمكان الساعة بالوحدة وبدت تنتظر. فش قد انتظرت؟ انتظرت ساعتين، من الساعة بالوحدة إلى الثلاثة انتظرت ساعتين. فأني من أريد أقول، يعني أريد أقول بالتحديد الوقت اللي بدت البنية تنتظرني أو تنتظر بي إيش وقت بالوحدة، فمن أريد أقول هي صار لها تنتظر من الساعة بالوحدة، أذكر بداية انتظارها. فش أستخدم؟ أستخدم سينز. فش أقول؟ لونا has waited، لونا انتظرت since 1 o'clock منذ الساعة الواحدة. أما إذا أريد أقول المدة كاملة اللي انتظرت بيها من الساعة بالوحدة للثلاثة ساعتين، أريد أقول لونا انتظرت لمدة ساعتين. فش أستخدم الفور؟ زين أقول لونا has waited for 2 hours، لونا انتظرت لمدة ساعتين. فمن أريد أحسب المدة الزمنية كلها كاملة أستخدم الفور. أما إذا ردت أقول من إيش وقت بدت هاي المدة الزمنية أو بدأ هذا الحدث بالتحديد إيش وقت بدأ، أستخدم السنس. أوكي؟ فسنس تحدد أكثر، وفور تجمع المدة، تجمع الوقت. أوكي خلصنا، سننتقل للأسئلة. فعندي أول سؤال يقول I've lived، I've هي اختصار لل I have. خاف يجيبوا لكم اختصارات بالسبيلنج الإملاء. ف I've lived أنا عشت in this village في هذه القرية. فراغ I was 3 years old أنا كنت في الثالثة من عمري. فنختار for أو since أو from. فهنا صح years سنوات قلنا years نستخدم وياها الفور، بس تنتبهون
صح 3 years 3 سنوات، بس مكتوب old عمر، يعني عمري 3 سنوات. هاي من يقول عمره ما تستخدمون الفور، لا نستخدم السنس. اوكي، وهنا ايضا دا يقول منذ اني عشت بهاي القرية منذ ان كان عمري 3 سنوات، دا يحدد بداية عيشته بهاي القرية، بداية حدوث الامر. زين، السؤال الثاني، I have lived، انا عشت in this house، في هذا المنزل. نختار for او since او ago 10 years. فانتم من تشوفون for و since قبل، انتم اصلا اختياركم يكون يا اما for يا اما since، لان هاي ال go وهاي ال from ما عندكم عنها مواضيع ابدا بمادتكم. فش عندنا 10 years 10 سنوات، كلمة years ما جاي وراها old، إذن من تجيني هيج أختار وياها ال four. سؤال الثالث يقول I have been in this village، أنا كنت في هذه القرية فراغ 2010 2010. هاي حدد يا سنة، حدد. فالسنوات قلنا كل السنوات رقما، نختار وياها four. آخر سؤال يقول my uncle عمي has been لو will be لو have been in London for 2 years. فلاحظوا هنا لازم شلون الكوركت، بس هو اصلا منطيني الحل، يعني اني فقط راح القى الحل الصح. فانتو من تشوفون for الفور والسنز تدل على يا زمن مضارع تام قبل. زين، مضارع التام يقول فاعل فعل مساعد have او has وراء تصريف ثالث للفعل. فماي انكل عمي هو فاعل، لازم وراء اشوف الاختيار اللي بيه فعل مساعد هاف وهاز، فهاي هاز اخليها اريدها. ويل مو من الافعال المساعده مال المضارع التام، اعوفها احذفها، وهاف همينه اخليها. فهل اختار هاف لو هاز ويا ماي انكل؟ ماي انكل مفرد شخص واحد، ويا المفرد نختار هاز لو هاف، طبعا الهاز، فهذا هو الاختيار الصح. My uncle has been in Lebanon for 2 years. عمي كان في لبنان لمدة 2 سنين. فأوكي افتهمنا. هسه كملنا ننتقل للقاعدة اللي وراها. القاعدة عندنا الثانية اللي هي المبني للمجهول passive voice. بهذا اليونت عندنا المبني للمجهول بزمن الماضي البسيط والمضارع البسيط فقط. أوكي، وأزيدكم علم أنه أنا ما شارحة المبني للمجهول أو هذا الموضوع بفيديو منفصل. ليش؟ لأنه أنا بيونت الثالث شرحت المبني للمجهول، فلذلك ما عدته. فليريد أنا راح أخلي مال يونت الثالث، أخلي لكم الرابط مالته بصندوق الوصف، تروحون تشوفون فقط مال الماضي ومال المضارع. إذا أنتوا عندكم مثلاً امتحان فقط بهذا اليونت للشهر دا أحكي يعني، واللي فاهم هذا الشرح يقدر يقدم الفيديو عليه قبل الأسئلة الوزارية. فراح نبدأ نشرح بشكل بسيط وملخص بسيط. مبني للمجهول الصيغة مالته تتكون من مفعول به وراء فعل مساعد وراء تصريف ثالث للفعل، بس من زمن الزمن يختلف. إيش يختلف؟ الشيء الوحيد اللي يختلف به هو الفعل المساعد. أوكي؟ فخلونا ناخذ مال المضارع ومال الماضي ونشوف شنو الاختلاف. فعدكم المبني المجهول بالزمن المضارع present passive يتكون من مفعول به وراها الفعل المساعد، شي يكون فقط is are am، وراها هم تصريف ثالث للفعل. زين، شون تجينا مثلا ناخذ صيغة أسئلة بسيطة، يقول نور buys the laptop، نور تشتري اللابتوب. فش عندنا buys الفعل هذا بأس، فأني من أشوف الفعل بأس قبل أقول زمن هاي الجملة مضارع بسيط present simple، فمطلوب مثلا مني أحول هاي الجملة إلى مبني للمجهول. فشون رح أحولها حسب هاي الصيغة؟ أول شي مفعول به، فوين المفعول به؟ مفعول به يكون وراء الفعل الأساسي، فذا لابتوب هي المفعول به أخليه بالبداية. وأكو طريقة
انه شلون تقول نور بايز ذا لابتوب، نور تشتري اللابتوب. اسال نفسي ماذا تشتري نور؟ تشتري اللابتوب. اذا هاي اللابتوب هي المفعول به فاخليها. وراها لازم فعل مساعد. الفعل المساعد مال المضارع هو يا اما از يا اما ار يا اما ام. فعدنا فعدي ذا لابتوب شنو؟ مفرد، لابتوب واحد مفرد، فالمفرد ايش ياخذ؟ از لو ار لو ام؟ طبعا ياخذ الاز فاخليها ذا لابتوب از. وراء تصريف ثالث للفعل، يا فعل الفعل باي، شنو التصريف الثالث مالته؟ بوت، ذا لابتوب بوت، اللابتوب تم شراءه فقط. هذا مبني للمجهول، ما اعرف من اشترى اللابتوب، اوكي؟ لهذا يسموه مبني للمجهول، لان الشخص يكون مجهول او الفاعل يكون مجهول. زين ناخذ بعد جمله، they break the windows، هم يكسرون النوافذ. فخليني احدد زمن هاي الجمله. فعدي break هاي مضارع، شلون عرفت؟ لان قبل they فاعل جاي وراها break، والبريك ما بيها اي اضافه مجرده. زين وما جايني قبلها افعال مساعده مثل have وhas او مثل is are am was where، ما عندي افعال مساعدة. فانتو من تشوفون جمل تكون فاعل وراها قبل فعل اساسي، وايضا بشكل ادق انتو المضارع البسيط يخلولكم وياه ظروف اللي هي ظروف التكرار اللي هي usually always sometimes، هاي تدل على المضارع. فهم بالوزاري ترى يخلولكم كلمات تدل على المضارع اللي هي الظروف التكرار، فانتوا لا تخافون، تقدرون تعرفوها من الظروف وتقدرون تعرفوها من الفعل، انه الفعل ماتي مجرد وماكو قبله فعل مساعد، مثل هاي الحاله قبل فاعل وراها اجا فعل مجرد. زين فاوكي لهنا عرفت الزمن. هسه ايش اسوي؟ احول هاي الجمله مبني للمجهول، شو راح احولها؟ مفعول به فعل مساعد از ار ام، لان مضارع بالمضارع فقط is are am، تحفظوها مضارع البسيط is are am، وراء تصريف ثالث للفعل. فأجي لازم لازم أحدد المفعول به بهاي الجملة. they break the windows، هم يكسرون النوافذ. أسأل نفسي ماذا يكسرون؟ النوافذ the windows، فأخليها هي هاي المفعول به. وراها ذا ويندوز مفرد لو جمع، ويندوز بها اس جمع، اذا هاي جمع، جمع ايش ياخذ؟ از لو ار لو ام؟ طبعا ياخذ الار فاخلي الار. وراها تصريف ثالث للفعل، الفعل بريك، شنو التصريف مالته؟ بروكن، ذا ويندوز ار بروكن، النوافذ تم تحطيمها، بس ما اعرف منو حطم النوافذ. خلصنا، هذا هو كل اللي يخص المبني المجهول بزمن المضارع. هسه ننتقل بزمن الماضي. المبني للمجهول بزمن الماضي البسيط اللي هو past passive، همنه يكون مفعول به، صيغته تكون مفعول به، وراها الفعل المساعد شنو؟ يا اما was او were، اوكي؟ هاي الماضي ورا تصريف ثالث. شنو الاختلاف؟ اختلاف فقط الفعل المساعد. فهمين راح يعطيني جملة ومطلوب مني أحولها للمبني للمجهول، فأني لازم أكون عارفة زمن الماضي البسيط. يعني الجملة شلون أعرفها ماضي بسيط؟ هم من طريقتين، يا أما يكون مثل هذا، مثل هاي الجملة my mother made the cake last night، أمي صنعت الكعكة ليلة البارحة. فشلون راح أعرف زمن هاي الجملة؟ اولا من لما يكون عندي فاعل ورا قبل جاي فعل ماضي. المضارع ايش قلنا؟ فاعل ورا فعل مجرد، الماضي فاعل ورا فعل ماضي، هيك بس. همينا ماكو يمها افعال مساعده ولا اي شيء، بس فعل ماضي، اما يكون شاذ مثل هاي او يكون بي اي دي، اوكي. والنقطه الثانيه اللي اعرف منها الزمن هم الظروف، نفس الشيء اللي هي ظروف الماضي مثل last night أو yesterday البارحة أو last year أو ago، هي last و ago و yesterday، هذين الثلاث ألفاظ تدل على الماضي البسيط، أوكي؟ فهاي الجملة راح نحولها مبني للمجهول.
فماي ماذر ميد ذا كيك لاست نايت، امي صنعت بالماضي الكعكه ليله البارحه. ماذا صنعت امي؟ ذا كيك، صنعت الكعكه او الكيكه. فذا كيك هي المفعول به اخليه بالبدايه، ورافع المساعد حسب المفعول به، مفعول به ذا كيك مفرد. فاختار واز لو وير، فعندي الواز تجويه شي هي ات واي مفرد، والوير تجي ويا ذي ويو والجماع. فانتوا تركزون، مفرد اختار وياها واز، والجمع اختار وياها الوير، فاختار الواز اخليها. وراء تصريف ثالث للفعل، ميد هي الفعل، تصريف الثالث مالتها شنو؟ فالميد اصلها ميك، والماضي والتصريف الثالث نفس الشي ميد، the cake was made وبس. زين، جملة أخرى، ناخذ جملة أخرى. علي gave these books to me، علي أعطى هذه الكتب لي. فمن نشوف علي gave هاي ماضي، فاعل وراء إجا فعل ماضي قبل أنا عرفتها، هاي ماضي بسيط. فأجي علي gave these books to me، ماذا أعطاني علي؟ these books، فthese books هذه الكتب هي المفعول به اخليه بالبدايه. these books، books بيها اس الجمع، اذا هاي جمع، فالجمع تاخذ الوير، these books were، وتصريف ثالث للفعل gave اصلها give، الماضي gave، تصريف ثالث given. من تحفظون التصريفات راح تفتهمون بساعة. فاخليها these books were given to me، هذه الكتب قد تم اعطائها لي. لهنا خلصنا الشرح، ننتقل للأسئلة. فعندنا السؤال الأول يقول I lost my wallet، هاي كلها أسئلة وزارية. I lost my wallet، أنا فقدت wallet محفظتي in the mall، في المول. وناهي الجملة، خلى نقطة يعني انتهت الجملة. وبادي مرة ثانية يقول my wallet فراغ in the mall، في المول، ومنطينا اختيارات was losing، لو was lost، لو lost. من تشوفون هيش نوع من الأسئلة إنه هنا المفعول به جاي بالبداية، جملة نفسها، هاي جملة نفس هاي، بس خال المفعول به بالبداية. ومنطيكم اختيارات فعل مساعد وراء تصريف ثالث للفعل، فقبل أن تقولوا هذا مبني للمجهول، فأني هنا ما طول خال واز فعل مساعد بالاختيارات، يعني هذا مبني للمجهول بزمن الماضي، لأن الواز والوير تدل على الماضي، إز آر آم تدل على المضارع. إذن الصيغة بشكل عام مال المبني المجهول تقول مفعول به وراء فعل مساعد وراء تصريف ثالث للفعل، فالمفعول به ماي والت، وراها لازم فعل مساعد وراء تصريف ثالث للفعل. فهنا ثلاث اختيارات، هذا الاختيار وهذا به فعل مساعد، بس هذا ما بي، إذن أعوفه. فيبقى يا هي من ذني جاي وراها تصريف ثالث للفعل، losing هاي إضافة ing، فهذا مو تصريف ثالث للفعل، أعوفت. فتبقى لي هي هاي was lost، my wallet was lost in the mall، محفظتي فقدت في المول. سؤال وراء crops المحاصيل such as rice مثل الرز، barley and wheat الشعير، barley and wheat القمح، ground لو are ground لو is ground by the marshes Arab بواسطة الأهوار العربية. فأنتم من تشوفون اختيارات فعل مساعد جاي وراء تصريف ثالث للفعل مثل هذا وهذا، قبل قولوا هذا المبني للمجهول. أوكي، المبني للمجهول يكون مفعول به فعل مساعد تصريف ثالث. فهاي الكروبس such as rice barley and wheat هي المفعول به. فهنا أنا عندي crops جمع محاصيل، ومعدد المحاصيل ثلاث محاصيل، تمن وقمح وشعير، ثلاثة جمع. أوكي، فالمفعول به جمع، وهنا الفعل المساعد is و are، يعني هذا المبني للمجهول بزمن المضارع البسيط. مين عرفته؟ من الفعل المساعد فقط، مطيني is و are، ماكو as where. زين، فالمبني المجهول مثل ما قلنا لازم بي فعل مساعد، فهاي ما بيها فعل مساعد فأعوفها.
فتبقى لي ثاني الاختيارات، هل أشوف مفرد لو جمع؟ فمثل ما قلنا جمع، فأختار هاي لأن الآر هي تجي وهي الجمع، آر جراون وبس. الوراء كوتون أند شوجر، القطن والسكر، اثنين جمع. فراغ إن سودان، في السودان. فنشوف الاختيارات بها فعل مساعد وتصريف ثالث للفعل، وهنا أيضا عندي مفعول به، كلها أسماء أشياء يعني. فقبل مبني للمجهول، فأجي مبني المجهول لازم الفعل قبله فعل مساعد، فهاي ما بيها فعل مساعد أعوفها. فهل is grown لو are grown؟ فهنا مثل ما قلنا شغلتين جمع، إذن are grown. سؤال وراء crops محاصيل، هاي بيها s يعني جمع. فراغ by the marshes are broke، crops هاي شيء تعبر عن غير عاقل شيء يعني. والاختيارات بيها هم يعني آر وراها جراون تصريف ثالث للفعل. فأجي فقبل عندي مبني للمجهول، فأجي هنا مطول آر وبآر هاي تعبر عن زمن المضارع، فأجي هاي فأني أعرف إنه المبني المجهول لازم عندي فعل مساعد، فهاي ما بيها فعل مساعد، فهو ما كاتب لي هنا الفعل المساعد على مود بس قبل أختار فعل، أوكي؟ فأعوف هذا الاختيار، وهمين هو مو تصريف ثالث، grow مضارع هذا. فهل are grow لو are grown؟ فهاي مضارع مجردة، أني بالمبني للمجهول لازم عندي تصريف ثالث للفعل، فهاي مو تصريف ثالث للفعل، إذن أعوفها، فيبقى هذا الاختيار are grown. فهمتوا؟ تنتبهون لازم فعل مساعد مناسب، هل هو جمع لو مفرد؟ ولازم تصريف ثالث للفعل. سؤال الأخير يقول her father bought ليلى، والدها اشترى لليلى a new camera، كاميرا جديدة، last week الأسبوع الماضي. complete in passive، أكمل بالباسف يعني باسف بالمبني للمجهول، أوكي؟ بعدي هاي last week تعبر عن الماضي البسيط، أوكي؟ قلنا last two ago و yesterday تعبر عن الماضي البسيط، زين. وهمين خالي هنا حل مساعدني، فليلى هي المفعول به، لازم وراها شجي فعل مساعد، الفعل المساعد مال الماضي هنا شنو؟ was where. شلون عرفت مال الماضي؟ من last week، مال الماضي last تعبر عن الماضي، فش اختار ويا ليلى was لو where؟ طبعا اختار الwas، ليلى was. ورا الفعل المساعد راح اجيب تصريف ثالث للفعل، وين الفعل؟ هذا بوت، her father bought، والدها اشترى. شنو التصريف الثالث؟ هو نفس التصريف الثالث، خليه ليلى was bought a new camera last week، ليلى قد تم شراء كاميرا جديدة لها. واللي هنا خلصنا، ننتقل لآخر موضوع. آخر شيء بهذا اليونت عندنا الباست سيمبل، الماضي البسيط، واللي هو أسهل موضوع بس يجيبون منه بالوزاري، فما راح أشرح عنه لأن أنا كلش هواي شارحة عنه وهو كلش بسيط، فبس أنتوا راح تشوفون هاي الأسئلة وياي الحل راح تفتهموا. فالسؤال الأول يقول أحمد held his father yesterday، سوي هاي الجملة نيجاتيف، فأول شيء أنا لازم أعرف هاي يا زمن الجملة، أوكي؟ من يجيب لك سوي نيجاتيف أو سوي question لازم تعرف زمن الجملة المنطيك إياها، فyesterday تدل على زمن الماضي البسيط، هاي عرفت هذا ماضي بسيط. شلون أني أنفي جملة بزمن الماضي البسيط؟ شلون أنفيها؟ النفي يكون استخدام أداة النفي not، هاي النوت أخليها على الفعل المساعد مع زمن الماضي البسيط. شنو الفعل المساعد مع زمن الماضي البسيط؟ عدي فقط فعل مساعد واحد لهذا الزمن اللي هو did، فش تصير did not، اختصرها تصير didn't، زين. هاي didn't وين أخليها؟ تتخلى وراء الفاعل، أحمد هي الفاعل فأخليها وراء أحمد didn't. بعدين الفعل هذا هو الفعل، إش أسوي له؟ يتحول إلى مجرد، مو تنسون هاي النقطة مهمة، هواي طلاب ينسوها، بالنفي لازم يحولوه مجرد، هو بالنفي وبالسؤال يتحول مجرد، أوكي؟ فأحمد didn't help his father yesterday، أحمد لم يساعد والده البارحة، بس هاي طريقة النفي، أوكي؟ الوراء
يقول لوك صارت لوكد، ايش خلالها ايدي؟ يعني ايش حولها اذا خلالها ايدي؟ يعني تحولت ماضي. لوز شلون احولها ماضي؟ الماضي مال لوز هو لاست. تحفظون تصريفات الافعال اللي اني ناشرتها بالمنتدى. اوكي الوراء يقول اي فراغ ماي انكل عمي تو دايز اجو. اجو تعبر عن يا زمن، عن الماضي البسيط. منطينا اختيارات هنا الحل اللي نخليه هنا. اوكي فما طول الاجو هي تعبر عن الباست سمبل، فالباست سمبل اني شلون اختار؟ مجرد راح اختار الصيغه الماضيه. فهاي I am going to see، هاي مال المستقبل ما اريدها. see هاي مجردة ما اريدها، مو ماضية. so هي الماضي، فهي هذا الحل الصح. I saw my uncle 2 days ago، انا رأيت عمي منذ يومين مضت. السؤال اللي وراء do صارت did. هاي ماضي، الماضي مال الدو هو did. get شنو الماضي مالتها؟ got، بس احول الاي الى او. الوراء يقول ماي واتش ساعتي فراغ ان ذا ماركت في السوق لاست ويك الاسبوع الماضي. لاست شو تعبر؟ عن الماضي البسيط. منطينا الاختيارات هنا. طبعا اني خابطه بالاسئله، هذا دشوفون فعل مساعد جاي وراء تصريف ثالث، فعل مساعد جاي وراء تصريف ثالث. هذا مبني للمجهول. اوكي وهنا ماي واتش شيء، فهذا مبني للمجهول، فخلي عادي خلي نحله. فشنو الاختيار؟ المبني للمجهول قلنا لازم فعل مساعد، هاي ما بيها فعل مساعد اعوفها. فهل واز ستولن لو از ستولن؟ اثنيناتهن الاز والواز يجن ويا المفرد، بس الواز ويا الماضي والاز ويا المضارع، فقلنا لاست تدل على الماضي فاختار الواز. اوكي فهم هذا السؤال يفيدكم. اوكي سؤال وراء يقول فاروق بي in the north of Iraq last month، في شمال العراق last month الشهر الماضي. last تدل على الماضي البسيط، قلنا correct the verb صحح الفعل، هذا الفعل لازم نصححه. فالفعل بي هذا بشكل خاص فعل بي نيجيني ويا الماضي، انا عرفت هاي الجملة بالماضي مين؟ من اللاست. فشون احل الفعل بي من يجيني ويا الماضي؟ هذا الفعل بي ينفك بالماضي يا اما الى واز يا اما الى وير. زين لان الماضي مال البي هو واز وير. زين شو اختار الواز لو الوير؟ هذا يعتمد على الفاعل، فالفاعل هذا فاروق مفرد شخص واحد، فويا المفرد اختار واز لو اختار وير؟ طبعا اختار الواز. فاروق was in the north of Iraq last month. فاروق كان تترجم الواز كان في شمال العراق الشهر الماضي. لهنا خلصنا الفيديو، اتمنى تكونوا فهمتوا واستفاديتوا. بليز لا تنسون اشتركوا بالقناة وخلوا لايك للفيديو. الى هنا مع السلامة.